تسمى عندك الحال. امتحان تقييم المكتسبات مرحلة التعليم الابتدائي للسنة الدراسية 2023 إلى 2024. طالق اليوم امتحان مكتسبات بالنسبة للسنوات الخامسة في ظروف جيدة، حيث امتحن على مستوى ولاية جانت 617 تلميذ. عدد المؤسسات التي معنية بالامتحان السنة الخامسة 23 مدرسة، وكل الأمور مهيئة ماديا وبشريا بحيث ولله الحمد كل المؤسسات مكيفة، والتلاميذ والسادة الأساتذة أيضا الذين يؤطرون هذه العملية في ظروف جيدة.